منى يعقوبي صاحبة الشهادة الجامعية والمشروع النموذجي في صناعة الكمامة واللباس الطبي التي استبقت ظهور جائحة كورونا انطلقت منذ سنة 18 و2000 في مشروع يموله البنك التونسي للتضامن، نجحت مؤخرا في الحصول على شهادة المواصفات الدولية والتي ستفتح لها آفاق التصدير. المرة الأولى بدأنا نخدم في البافيت بركة، وبعد ذلك بدأنا زدنا في أول جزناف بدأنا نخدم شوي شوي في سير بلوز، بدأنا شارلوت، كل مرة نزيدوا أرتيكل، حاولنا الماتير بريمير تكون متوفرة، سورتو تعرفوا الدنيا كلها تسكرت، حتى اليستيك الفيلجيني كل شيء معناها نتاع البافيت حاولنا نوفروه، وقتها بصعوبة برشا نتحصلوا على أي ماتير، والحمد لله هنا تجاوزناها وبشوي بشوي هنا نحاول نكبروا في البروجي. الإدارة الجهوية للتنمية بقفصة التي أخذت على عاتقها أفكار مشاريع شبابية مجددة وقادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة تواصل الإحاطة بهؤلاء الباعثين الشبان خاصة بمدن الحوض المنجمي على غرار تجربة الباعثة سيهام برهومي بمدينة أم العرايس. قريت عملت فورماسيونات، حصلت على دبلوماتي في الخياطة في الانفورماتيك، بديت مشروعي في 2019 باش نحضر المشروعي. نشكر المسؤولين في قفصة، خذيت قرض من البي تي اس، مشكور مدير البي تي اس، خذيت القرض هبطت الماتريال، الحمد لله هاني بديت واخيرا حصلت على مارشي معناها بديت نخدم والحمد لله. ومشروعي هذا باش معناها عملته في بلادي، جتني مثلا عروض البرة باش نخدم خارج قفصة، لكن حبيت لهنا في منطقتي. احنا كنا من بين المشرفين على هالمشروع هذا، خاطر قمنا بالدراسات كدرجة جوية التنمية، قمنا بالدراسة للمشروع هذا وشجعناها المدام باش تكمل المشروع للاخر مع كيف المرافقة والمساندة. حبينا نخرج ماك النمط نتاع الاستخراج فوسفات برك في مدن الحوض المنجمي وفي كافة معتمدية ولاية قفصة الى نمط جديد يشجع على الاستثمار في القطاع الخاص. تجارب ناجحة لمشاريع شبابية متنوعة وجدت الدعم والتمويل للانطلاق في الانتاج وفتح آفاق تشغيل للشباب في انتظار أن ينسج على منوالهم البعض من خريجي الجامعات الذين يعانون البطالة وينتظرون فرصة عمل.